أهلا بكم أيها الكرام إلى لايف مساحة جديدة، نفتح من خلالها آفاقا للحوار ونناقش فيها جملة من المواقف والقضايا السياسية وغير السياسية كذلك. عنوان وحيد مشاهدينا في حلقة اليوم: في خضم السياسة، زيارة مصرية إلى طرابلس تعقب زيارة تركية أثير حولها جدل كبير. موضوع وحيد كما قلنا مشاهدينا الكرام، أبعاد ودلالات وانعكاسات هذه الزيارة المصرية إلى طرابلس التي كما قلنا في العنوان مشاهدينا الكرام أعقبت زيارة رسمية من أعلى مستوى لمسؤولين أتراك إلى العاصمة طرابلس، اختتمت بحفل غنائي أنكره مسؤولو الوفاق ولكن ظهرت صوره واضحة للعيان في قاعدة معتيقة في العاصمة طرابلس. إلى النقاش. وفد مصري مشاهدينا الكرام جاء من العاصمة المصرية القاهرة برئاسة مدير إدارة ليبيا بالخارجية المصرية والسفير الليبي السابق، التقوا وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق وكذلك مدير جهاز المخابرات المعين مؤخرا وهو عماد الطرابلسي آمر كتيبة الصواعق السابقة التي كانت تتبع في لحظة من لحظات القيادة العامة للجيش الوطني الليبي والتي دخلت في صراعات مسلحة في عملية فجر ليبيا ضد التشكيلات المسلحة التي تتبع حكومة الوفاق اليوم في تغير للمشهد العام السياسي والعسكري في ليبيا. عموما زيارة مصرية مشاهدينا الكرام جاءت بعد أقل من 24 ساعة من زيارة تركية برئاسة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى العاصمة طرابلس ولقاء مسؤولين كذلك في حكومة الوفاق من بينهم وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باش آغا. وأيضا انتهت هذه الزيارة مشاهدينا الكرام بحفل غنائي لمغنين أتراك في قاعدة معتيقة الجوية التي تخضع لسيطرة قوة الردع الخاصة المعروفة بانتماءاتها الفكرية السلفية كما هو معروف للجميع في ليبيا شرقا وغربا وجنوبا. إذن هذا الوفد المصري هل جاء ليكسر الجمود؟ ما دلالات هذه الزيارة؟ ما انعكاساتها؟ ما أثارها؟ كل هذه الأسئلة مشاهدينا الكرام سوف نطرحها في هذه الحلقة، كما سوف نتطرق إلى تصريحات قديمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي تحدث فيها عن المشهد العسكري في ليبيا وكذلك الخط الأحمر الذي تحدث عنه والذي اعتبره خطا لا مساس به ويمثل الأمن القومي بالنسبة لجمهورية مصر العربية. سيد أحمد جمعة وهو الصحفي في جريدة اليوم السابع معنا بصوت وصورة من العاصمة المصرية القاهرة. سيد أحمد مرحبا وشكرا لتلبية الدعوة. دلالات هذه الزيارة المصرية إلى العاصمة طرابلس؟ أهلا وسهلا يا فندم. مرحبا، تسمعني بوضوح؟ أسمعك بوضوح، أهلا وسهلا بحضرتك وبكل مشاهدي 218. مرحبتين بك. نسأل عن دلالات هذه الزيارة، جاءت بعد سنوات. عفوا ممكن تعيد السؤال؟ أسأل عن دلالات هذه الزيارة المصرية إلى العاصمة طرابلس. يعني حسب ما وصلني دلالات زيارة الوفد المصري، صحيح؟ نعم 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 نعم. الوفد المصري الذي زار العاصمة طرابلس يعني زيارته تأتي في توقيت هام للغاية في ظل استفراد تركيا بالمنطقة الغربية وهيمنتها سياسيا وعسكريا وفرض عدد من الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الوفاق. هذا يعني أنا أراه اختراق مصري مهم في هذا التوقيت. مصر دولة جوار إلى ليبيا، ليست منحازة لطرف على حساب الآخر، ولكن همها الأول هو أبناء الشعب الليبي، همها الأول هو حل الأزمة وتقريب وجهات النظر ما بين الفرقاء، لأن الليبيون
يعني أخوة، حتى وإن اختلفوا حتى وإن تصارعوا لابد أن تتدخل دولة يثق بها أبناء الشعب الليبي لتقريب وجهات النظر، العمل على نزع فتيل الأزمة وحل المشكلات الخلافية. يعني توجد مشكلات وأزمات حتى الآن في الأراضي الليبية ومنها في طرابلس باعتراف حكومة الوفاق، لكن فكرة الاستقطاب وفكرة التصعيد وفكرة تحويل المشهد الليبي إلى المشهد السوري، ثورانة المشهد الليبي، هو أمر خطير للغاية في ظل تكالب أطراف إقليمية ودولية على ليبيا للفوز أو يعني لنصف بشكل دقيق لنهب ثروات ليبيا وتوجيهها إلى شعوب أخرى. الشعب الليبي هو الأحق بثروته، هو الأحق بأرضه واستقلال أرضه وسيادته بعيدا عن التدخلات الخارجية. زيارة الوفد المصري أراها رسالة ردع للجانب التركي بأن مصر لن تترك ليبيا فريسة لأي أطماع خارجية، لن تترك ليبيا ورقة تفاوضية بيد الأتراك في أي يعني مساومات مع دول القارة الأوروبية. تركيا تساوم أوروبا على سبيل المثال في الملف السوري بورقة اللاجئين، تبتز أوروبا بورقة اللاجئين، نفس الأمر تريد أن تكرره في ليبيا من خلال نقل المرتزقة وعملية التلويح بورقة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين التي تهدد سواحل القارة الأوروبية. لابد أن يكون هناك صوت عربي عاقل متزن واعي كبير قادر على جمع الفرقاء ولم الشم والجلوس على طاولة واحدة وطرح كافة ما يتم الاختلاف عليه ما بين أبناء الشعب الليبي، سواء سياسيا سواء عسكريا سواء اقتصاديا في كافة الملفات. لأن الحالة الحالية، الوضع الحالي الذي تعيش ليبيا في ظل التصعيد العسكري التركي، في ظل التحشيد التركي، يهدف في الأساس إلى تمكين أنقرة من هذه المنطقة واستخدام ورقة النفط تحديدا. طيب، ما تقوم به إلى أي مدى يمكن للقاهرة أن تنجح في هذا المسعى؟ السيطرة على ورقة النفط الليبي. سيد أحمد جمعة تسمعني؟ لخدمة أجندات لا أخرى. لا يسمعني سيد أحمد. بعض الدول الكبرى تتغاضى بل وتدعم تركيا في هذا التحرك لمواجهة روسيا ونفوذها في الساحل. طيب تسمعني سيد أحمد جمعة أم لا؟ نعم، هل تسمعني بوضوح أم لا سيد أحمد؟ نعم أسمع حضرتك بوضوح الآن. طيب ممتاز، ممتاز جدا. الآن هنالك مساعي مصرية كما فهمت، واختراق مصري مهم لقطع نفس المشكلة الفنية، الصوت يعني لا أسمع جيدا الآن. طيب سأعيد السؤال. سأعيد السؤال علني. تفضل يا فندم. إيه طيب ممتاز ممتاز. أنت حضرتك طرحت وجهة نظر وقلت أنه هذه الزيارة هي في إطار اختراق مصري وقطع الطريق أمام هذه التدخلات التركية. أنا أسف بس احتراما للمشاهد عشان يعني أفهم السؤال وأقدر أجاوب، لو ممكن نعيد الاتصال. نعم حاضر. طيب نعيد الاتصال. طيب نعيد الاتصال من جديد بالسيد أحمد جمعة مشاهدينا الكرام، وهو الصحفي المتخصص بالشأن الليبي طبعا في جريدة اليوم السابع، ضيفنا ويتعاون دائما مع 218 نيوز ودائما ما له حضور في المشهد السياسي الليبي في كذا قناة ليبية وكذلك عربية. عموما مشاهدينا نحن في هذه الحلقة مستمرون في هذا الطرح، هنالك أسئلة كثيرة تطرح لها علاقة بهذه الزيارة، دلالات هذه الزيارة، إلى أي مدى يمكن للقاهرة، لصناع القرار في العاصمة المصرية القاهرة، أن ينجحوا في هذه المساعي التي يقومون بها اليوم. هذه الزيارة كما قلت هنالك قراءات عفوا من أهمها أنه الإخوة في مصر، السياسيين في مصر، حابين أنهم يفتحوا قنوات اتصال مع حكومة الوفاق لأنهم رأوا أن هنالك استئثارا تركيا بغرب ليبيا، مش بس بحكومة الوفاق إنما بكل ما له علاقة بغرب البلاد، بكل الجهات، بكل الهيئات، بكل المؤسسات على مستوى على مختلف الصعد. الأتراك موجودين في كل مكان، أينما وليت وجهك في كل المؤسسات، سياسيا عسكريا صحيا اجتماعيا مدري إيش، في كل مكان الأتراك موجودين، وهذا الأمر يزعج القيادة السياسية المصرية. وبالتالي ترى مصر أنه لا ضير من فتح قنوات اتصال مع حكومة الوفاق، مع المسؤولين في حكومة الوفاق للوصول إلى جملة من التفاهمات. هنالك من قدم طرحا آخر مشاهدينا الكرام، هنالك من قال أن الزيارة المصرية كانت تحمل رسائل،
رسائل واضحة جدا من مصر إلى طرابلس وتركيا بأننا لن نتهاون مع ما تقوم به تركيا، وأن هذه الزيارة تمثل رسالة تحذيرية إلى تركيا وإلى التشكيلات المسلحة وإلى هذه التحركات التركية الملحوظة في الفترة الأخيرة، خصوصا مع الأخبار والأقاويل اللي تتحدث عن نوايا تركيا لمهاجمة بعض النقاط ربما في الجنوب الغربي وكذلك الوصول إلى حدود النيجر وعكس وغير ذلك من الرؤى التي طرحت في الفترة السابقة. عموما جملة من النقاط مشاهدينا الكرام سوف نتطرق إليها في هذه الحلقة، أيضا سوف نتناول تصريحات وزير الدفاع التركي سيد خلوسي أكار اللي تحدث فيها عن المشير خليفة حفتر وحذر المشير خليفة حفتر من قلب العاصمة طرابلس، وهذا تصريح يعني يندرج في إطار التصريحات التركية المستفزة التي تعمق وتجذر التدخل العسكري التركي اللي شاهدنا مشاهدينا الكرام قبل أيام أنه تمدد لعام ونصف إضافيين وسط صمت مطبق من حكومة الوفاق، لا حديث داخل أروقة حكومة الوفاق عن هذا الطلب، طلب الرئاسة التركية للبرلمان التركي بتمديد القوات، لم يتم استشارة حكومة الوفاق، لم نسمع أي تصريح علني، لم نرى أي بيان، لم نقرأ أي موقف من كل مسؤولين حكومة الوفاق تعليقا أو تعقيبا أو توضيحا لهذا الموقف التركي لهذا الطلب ولهذه النوايا المعلنة. عموما يخبرني الزملاء الكرام هم طبعا مشكورين جدا طبعا الإخوة يحاولون هم يأمنون الاتصال بالسيد أحمد جمعة، وأيضا في نفس الوقت أخبروني بأن طيب السيد أحمد جمعة موجود معنا الآن، خلونا نشوفه طبعا نستمتع بوجوده معنا، وأيضا نرحب بالسيد علي بن جابر وهو رئيس مجلس إدارة مؤسسة برنيق للصحافة طبعا ضيفنا وأستاذنا، ونتشرف أيضا بأن يكون معنا، سوف يظل معنا إلى نهاية هذه الحلقة، لكن نعود إلى السيد أحمد جمعة لأنه سيودعنا بعد دقائق ونصف الوقت طبعا قضيناه في تأمين الاتصال. سيد أحمد تسمعني الآن بوضوح صح؟ ألو؟ طيب تسمعني سيد أحمد؟ نعم أسمع حضرتك. طيب أنا الآن أسأل عن مقدرة القاهرة على أن تحقق هذه الأهداف التي جاء من أجلها مسؤولوها إلى العاصمة طرابلس، تتحدث عن أنه المصريين يريدون أن يحدثوا اختراقا. مشكلة الفنية أنا آسف مش قادر أسمعك. طيب إلى السيد علي بن جابر رئيس مجلس إدارة مؤسسة برنيق للصحافة والإعلام، سيد علي تسمعني بوضوح؟ نعم أهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين. طيب دلالات هذه الزيارة المصرية إلى طرابلس؟ أعتقد أن الدلالة الأولى هي كما تحدثت أن الأخوة في مصر يريدون أن يقولوا أن الموضوع أو الأمن في ليبيا أمر مهم جدا بالنسبة لهم، وأن مصر لن تتخلى أبدا عن ضمان أمن واستقرار ليبيا، وأن لن تقبل أي وجود أجنبي على الأرض الليبية. أعتقد أن الرسالة كانت واضحة جدا، واعتقد ان سبقها زياره رئيس المقاضاه المصريه الى لقاء مع المشير حفتر ومع المستشار عقيله تاتي في اطار ابلاغ هؤلاء الاقوى بما ستقوم به السلطه المصريه وما قامت به من بعد هذه الزياره مباشره بافاده نائب رئيس المخابرات الى المنطقه الغربيه ولقائه بالعناصر التي تراها مصر فاعله على الارض فعليا. طبعا يعني انا رسالة مصر واضحه حتى من اختيار الشخصيات اللي تم اللقاء بها، يعني في مصر في طرابلس لما تلتقي باثنين وهم قطباء مصراته الان في طرابلس سيد ميتيق وسيد بشاغه، وتلتقي باثنين اخرين وهم قطباء الزنكان المتواجدين في طرابلس جويلي وعماد الطرابلسي، اعتقد ان الرساله واضحه جدا انها تريد ان تقول للاخوه في الغرب الليبي ان مصر ليست ضد اي طرف ليبي، وأن تأمل أن يتم حل المشكلة الليبي دون وجود للمستعمر التركي، وأن مصر ستكون حازمة في موضوع التواجد التركي ولن تسمح للتمدد التركي أن يستمر أو أن يتمدد في ليبيا. طيب هنالك من يقدم رؤى أخرى أو تحليلات أخرى، هنالك من قال أن مصر رفعت يدها عن المشير خليفة حفتر وتريد أن تفتح قنوات اتصال مع حكومة الوفاق وصفحة جديدة. لا أعتقد ذلك، لأنها واقعيا مصر تريد أن تتعامل مع كل الليبيين، يعني مصر يهمها ليبيا بالكامل
وليس جزء من ليبيا، وهذا كان واضح حتى في كم حديث للرئيس السيسي. وبالتالي المواضيع مهمة جدا، لا يمكن أن نقبل بأن مصر قد ترفع يدها من مشير حفتر أو من الشرق الليبي، لأن قبل هذه الزيارة مباشرة كان رئيس الجهاز المخابرات موجود في الشرق الليبي وانتقى بالمشير وانتقى بالمشار، وأعتقد أنه تم نقاش ما سيتم في زيارة طرابلس خلال هذه الزيارة. يعني أعتقد أن الأخوة من مصر لما مشوا طرابلس مشوا وهم على علم كامل بما يريده الأخوة في الشرق الليبي من هذا اللقاء. وأعتقد أن الليبيين الآن أصبح واضح جدا أن جميعهم يعني يريد أن يحل الموضوع الليبي الليبي مباشرة. يعني احنا شفنا النجاحات التي تحققت على المجال الاقتصادي والتي كانت بدايتها في لقاء معتيق مع وكيل وزارة المالية المكلف بوزارة المالية في الشرق الليبي. اليوم نشوف نتائجها، حلت مشكلة على الأقل السيد مراجع غيث. أي مصرف ليبيا المركزي بدأ في الإجراءات التوعدية. نتوقع أن في 2021 أن وزارتي المالية في الوفاق وفي الحكومة الليبية في الشرق يقدمان ميزانية موحدة. يتولى المصرف تمويلها بشكل موحد. وأعتقد أن هذه الخطوات تشجع الليبيين أولا ثم الأطراف الخارجية ثانيا على المضي في هذه المسيرة. جيد جدا. جدا أنه لا طرف خارجي يريد استمرار الوضع على ما هو عليه إلا الطرف التركي. يعني جميع الأطراف الخارجية الآن كلها تسعى لرعب الصدع ما بين الليبيين وتسعى لأن تعود ليبيا دولة واحدة موحدة، إلا الطرف التركي يعني ممكن هو الوحيد الآن في العالم الذي يسعى إلى أن يستمر النزاع ويسعى إلى إشعال فتيل الحرب من جديد ويسعى إلى استفزاز الليبيين. نعود إلى السيد أحمد جمعة. استفزاز الليبيين في الغرب، يعني لما رئيس الأركان وقائد الأركان الأتراك يأتون إلى طرابلس لينتقوا بجنودهم ويقومون حفل عشاء ويقومون حفل غنائي في داخل قاعة بيتيقة، أعتقد أن فيه استفزاز حتى لمشاعر المواطنين في طرابلس يعني دون أي هرمة. شفنا أيضا كما تحدثت أنت في التقرير يعني البرلمان التركي يمدد لقواته الإذن بالوجود في ليبيا دون الرجوع للطرف الليبي ودون أي تصريح من الطرف الليبي حتى برغبتهم في تمديد هذه القوات من عدمها. يعني أعتقد أن الطرف التركي أصبح يتصرف في الغرب الليبي وكأنه هو من يتولى السلطة وليس رئيس المجلس الرئاسي فايز سراج. وأعتقد أن اللقاء السادة من مصر أيضا بالأشخاص وعدم لقاهم برئيس المجلس الرئاسي تندرج في هذا الإطار، أنهم يعلمون أن الأطراف المسيطرة في الغرب الليبي ليسوا في كلمة واحدة وليسوا أيضا تحت رئاسة السراج بشكل مباشرة، ولذلك من الضروري أن يتم الحديث معنا جميع. وأنا شخصيا منذ زمن كنت أدعو إلى أن يتم الحديث مع الأطراف مباشرة، أطراف أصحاب هذا الصراع يعني، وليس مع أشخاص لا يملكون. كيف يتم ذلك؟ هو الموجود عليه. كيف يتم ذلك والجيش الوطني الليبي وكثير من القوى الوطنية في ليبيا يعتبرون أنهم غزاة يحتلون الأرض الليبية؟ لا، ليس الأتراك مباشرة، أقصد أن الأطراف الليبية الموجودة الآن والمرحبة بالوجود التركي. أعتقد أن واحدة من مهام الوفد المصري هو تطمين الأخوة في الغرب الليبي من أن انسحاب الأتراك لن يؤدي إلى أن يجتاحهم الجيش الليبي ولن يؤدي إلى عودة حرب من جديد. بالعكس، وجود الأتراك هو الذي قد يؤدي في أي لحظة إلى إشعال الفتيل. أما الليبيين في بعضهم يعني على الأقل نتائج اللجنة العسكرية 5+5 مطمئنة ومبشرة بأن في إمكانية أن يتفقوا، في إمكانية أن يتبدد هذا الاتفاق وأن يشمل ليبيا بالكامل وليس المنطقة ما بين سرت ومصراتة. لكن الأطراف التي أتحدث عنها هي الأطراف في الغرب الليبي. يعني الغرب الليبي حقيقة ليست هناك سلطة واحدة أو طرف واحد يملك جميع الأوراق. يعني الأوراق مبعثرة ما بين عدة أطراف، سواء من في مدينة مصراتة ولا في زنتان ولا في داخل طرابلس نفسها أو في مناطق أخرى، ومحتاجين إلى حوار مع هذه الأطراف مباشرة، الأطراف التي لديها قوة السلاح. يعني حتى في داخل طرابلس محتاجين إلى حوار مع الأطراف. السؤال الآن، نفسها التي تمتلك قوة السلاح، سواء هذا الحوار الذي يؤدي إلى إدماجهم أو يؤدي إلى تسليم أسلحتهم أو يؤدي إلى دخولهم في عملية سلمية ولا عملية توافقية فيما بينهم. طيب، الخروج بليبيا إلى برلمان، ما مقدرة القاهرة؟ هو هذا السؤال أنا أطرحه على حضرتك وأيضا سأطرحه على سيد أحمد جمعة. ما مقدرة القاهرة على إنجاز هذا الاستحقاق التي جاءت لأجله أو دفعت بمسؤوليها لأجله إلى العاصمة طرابلس؟ أعتقد أن القاهرة ممكن لو السؤال هذا سؤال من 3 أشهر ولا من 6 أشهر
لكان الجميع سيجيب أن القاهرة لا تستطيع أن تتحرك، لكن اليوم الأوضاع تغيرت، العلاقات تغيرت. شفنا بشاغة وهو موجود في مصر خلال زيارة قصيرة المدة الماضية، اليوم شفنا أيضا الشجاعة المصرية في أن تتواجد في الغرب الليبي. يعني أنا أعتقد أن السلطة المصرية استطاعت التحرك بشجاعة والتحرك بجرأة أن تتواجد في وسط طرابلس وأن تلتقي هؤلاء الأطراف وأن تتناقش معهم في الشأن الليبي مباشرة دون وسطاء ودون يعني رسائل عن طريق آخرين. أعتقد أن السلطة المصرية خاصة الجهاز الذي يقود هذه المفاوضات هو جهاز المخابرات المصري، وهو جهاز يعني مشهود له بالكفاءة ومشهود له بأنه هو يعتبر أيضا صمام أمان بالنسبة للأمن القومي المصري، وبالتالي أعتقد أن لديهم القدرة والفاعلية، أيضا لديهم ما يقدمون للأطراف الليبية. يعني الغاهرة أنا شفت مثلا السيد أحمد معتيق لما تحدث حتى عن لقاء بالوفد المصري، صحيح أنه لم يتحدث في الجوانب اللي نحكي فيها نحن الجوانب السياسية الداخلية الليبية، لكنه تحدث أنهم أيضا الحديث تناول عودة العلاقات الاقتصادية المباشرة، عودة الرحلات المباشرة ما بين مطارات القاهرة والإسكندرية مع مطارات الغرب الليبي بعتيقة ومصراتة، تحدث عن تسهيل إجراءات السفر، تحدث عن إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس. يعني أعتقد أن كل المبادرة المصرية ستلاقي قبول عند الطرف في الغرب الليبي. طيب اليوم إذا ما افترضنا أن هذه العملية إذا ما افترضنا أن هذه العملية هي تفاوضية بين مزدوجين خود وعطي، وهذه هي السياسة أستاذ علي وحضرتك تعلم ذلك جيدا، القاهرة تريد أن تقطع الطريق أمام أنقرة، لو افترضنا جدلا أن هنالك انفتاح وفاقي على هذا الأمر، في المقابل هل تستطيع القاهرة أن تقدم أشياء لحكومة الوفاق، كمثلا أن تحاول ألا تعمق علاقتها مع الجيش الوطني الليبي مثلا؟ لا أعتقد أن المسألة في تعميق العلاقة، أعتقد أن هي مسألة ضمان أن لا يتحرك مثلا الجيش الليبي بشكل منفرد ضد أطراف غرب. بس هذا مش كافي. يعني أعتقد أن بس هذا مش كافي. هذا مش كافي سيد علي. سيد علي هذا أعذرني بس أنا أتفاعل مع حضرتك، هذا مش كافي. لا لا أعتقد أنه أنا إذا هم ضمنوا عدم تمدد القوات المسلحة باتجاههم وضمنوا أن الآن كل طرف هو في الطرفين يتهم في الآخر أنه هو الذي يريد إشعال فتيل النار، هو الذي يحارب. يعني في الغرب الليبي نسمع عن أخبار تقول أن الجيش الوطني يستعد للحرب، وفي الشرق الليبي نسمع أن قوات الوفاق والمتواجدين مع الأتراك يستعدوا أيضا لشن ضربات. يعني هنا المفقود هو الثقة المتبادلة ما بين الطرفين. أعتقد أن المقابلات المصرية لديها القدرة على منح الثقة أولا لهذه الأفراد في التفاوض، ولديها أيضا المنح الثقة في أن ما تتفق عليه لجنة 5+5 سينفذ أو ستضمن القاهرة تنفيذها، خاصة وهي ما استضافت لجنة 5+5 من بدايتها. أعتقد أن مشروع السلطة المصرية والمخابرات المصرية يعتمد بالأساس على ضمان استمرار مفاوضات 5+5، خاصة أننا شفنا خلال الفترة الأخيرة هناك تأخير في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. يعني هناك تأخير في تنفيذ استلام السجناء من الطرفين، صحيح أنها تمت المرحلة الأولى لكن تمت متأخرة معنا. هناك تأخير في فتح الطرق البرية اللي تم اتفاق منذ مدة على ضرورة فتحها ما بين لجنة 5+5. هذا التأخير أعتقد أنه هو يحتاج أيضا لتدخل جهة ضامنة، وأعتقد أن المصرية السلطة المصرية هي الأقرب لأن تضمن، خاصة إذا ما تمكنت من فتح قنوات اتصال مباشرة مع الأخوة في الغرب الليبي، وبالتالي تصبح طرف على الأقل مضمون عند الأثنان. يعني نحن لا أعتقد أن هناك طرف الآن في العالم يحاور الجانبين عدا الطرف المصري بشكل مباشر على الأقل من الأطراف ذات العلاقة الأهمية، وهنا تأتي أهمية الدور المصري. يعني حتى نحن هنا في الشرق الليبي لكن يعني دائما في علاقة. نعم. طيب لكن دائما نوعية نعم نوعية العلاقة تختلف. علاقة الجيش الوطني المسيطر على المنطقة الشرقية علاقة وطيدة مع القاهرة، لكن المنطقة الغربية فيها نظر، في أطراف المنطقة الغربية من تيارات إسلاموية، يعني
بتبسيط العبارة الطيق العمى وما الطيقش تدخل القاهرة في الشأن الليبي، ترى القاهرة عدوا، وأيضا الطرف المصري يرى الإسلام السياسي أيضا خصما لدودا، فبالتالي هنالك نوع فارق كبير في العلاقة يا أستاذ علي. صحيح طبعا، وانا هذا اللي ذكرنا العلاقه مش واحده، لكن الحقيقه الالغام في المنطقه الغربيه التي تواجه المقابلات المصريه في التحرك هي كثيره جدا، يعني اقلها هو ما تحدث عنه اللي هو موضوع التيار الاسلامي. طبعا لا يمكن اغفال ان الشرق الليبي يعني ارتباط مصر به اكثر باعتباره جوار مباشر، يعني باعتباره حدود مباشره تربطه، بالتالي تاثيره اكثر من الغرب الليبي اللي قد يعني سؤال. جاي. لكن تأثير الوضع الليبي بشكل عام يعود على مصر بشكل عام. واضح. أكبر مشكلة حتواجه التدخل المصري كوسيط هي كيف يمكن التحكم في العلاقة مع الطرف الإسلام السياسي الموجود في المنطقة الغربية والذي له قوة كبيرة، خاصة الطرف المسلم للأخوان المسلمين بشكل مباشر. خاصة نحن عارفين ما حجم العداء ما بين السلطة في مصر وما بين تنظيم الأخوان المسلمين، وهو العداء أيضا اللي موجود في الشرق الليبي بين الاخوان المسلمين طيب. وبين القوات المسلحه العربيه الليبيه واجهزه الامن في المنطقه الشرقيه. كيف تستطيع السلطه المصريه اقناع اطراف؟ وانا حتى واضح سيد علي، بس اعذرني اللقاء في الاطراف كان الاطراف اطراف، بس كان مع اطراف يعني لا ينتمون بشكل مباشر للاسلام السياسي. جيد يعني سيد علي، سيد علي نوعا ما مستقله او محايده في هذا واضح. الموضوع، لذلك هم اقرب الى ان يستطيعوا ان يتحاوروا مع السلطه المصريه. يعني نحن لم نشاهد مثلا خالد المسلي في مشهد اللقاءات مع الوقت. طيب يخبرنا الزملاء الآن مشكورين جدا طبعا أمنوا لنا الاتصال بجهد جهيد مع السيد أحمد جمعة الصحفي في جريدة اليوم السابع. مقدرة القاهرة على إنجاز هذا الاستحقاق الذي جاء مسؤولوها لأجله إلى العاصمة طرابلس السيد أحمد؟ هذا الاختراق لن يكون سهلا كما يظن البعض، هو اختراق سيكون صعب للغاية، بحاجة إلى أدوات، بحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة، بحاجة إلى تحرك أكبر، تواصل بشكل أكبر مع الأطراف المؤثرة على الأرض بعيدا عن التنظيمات الراديكالية أو جماعة الإخوان طرار الإسلام السياسي الذي يتطلع إلى فتح اتصالات مع مصر، وهو ما ترفضه القاهرة بشكل كامل. يعني بالأمس يعني اندهشنا عندما رأينا بيان حزب العدالة والبناء أعتقد صدر اليوم، وبالأمس الإرهابي عبد الحكيم بالحاج أصدر بيانا أيضا ثمن ويحاول أن يتقرب إلى القاهرة ويتغزل في الجهود المصرية، لكن مصر موقفها واضح. مصر تدخلها في الأزمة الليبية يأتي انطلاقا أولا من الأمن القومي المصري، ثانيا دعم تطلعات أبناء الشعب الليبي وليس دعم جماعة أو حزب أو كيان سياسي. الدور المصري يهدف الأساس للعمل على تمكين أبناء الشعب الليبي من بناء مؤسسات الدولة المنهارة، توحيد المؤسسات المنقسمة، وضع رؤية محددة، وضع رؤية ليبية ليبية وليست ليبية تركية، ليبية أمريكية، ليبية روسية، رؤية ليبية ليبية يتفق عليها أبناء الشعب الليبي بدون أي تدخلات. يمكن أن يقدم الأشقاء أو طيب. دول الجوار الليبي تقدم النصيحة سيد أحمد الأشقاء في ليبيا ليقومون طيب. بذلك. سيد أحمد اليوم نرى تفاعلا مصريا مع جهات في حكومة الوفاق، جهات مسؤولة، إذا ما وصلنا إلى القواعد الدنيا وهي من يتحكم في المفاصل في المنطقة الغربية، وأعني هنا التشكيلات المسلحة، هل القاهرة على استعداد أن تتفاعل وتتواصل وتفتح قنوات اتصال مع هذه التشكيلات المسلحة على اعتبار أنه هي الضامن الفعلي لأي اتفاقات تحصل على الطاولة؟ مصر لن تتعامل ولن تتعاطى ولن تتواصل مع أي ميليشيات مسلحة، وتحديدا الميليشيات المؤدلجة أو الميليشيات التي تورطت في الدم الليبي، لكن ستتواصل مع المؤسسات تتبع حكومة الوفاق. يمكن أن يكون لدينا ملاحظات على بعض المؤسسات داخل حكومة الوفاق، وهذا يمكن أن يتم بتقديم النصيحة، وهذا يمكن أن يتم بالجلوس والاتفاق ما بين الطرفين، وفد المنطقة الشرقية وفد المنطقة الجنوبية مع وفد المنطقة الغربية، حول على سبيل المثال وجود عناصر مسلحة غير نظامية تمارس القتل، تمارس النهب، تمارس الحرابة. يمكن الاتفاق على تطبيق
ما تم الاتفاق عليه في مخرجات برلين. واضح. النقطة الخاصة بالجزء العسكري. نعم. وهو تم اتقائها من اجتماعات العسكريين الليبيين الذين حضروا إلى مصر في 2017 و2018. جزيل الشكر. الاتفاق على رؤية محددة ورؤية واضحة لتوحيد. نعم. المؤسسات وبناء مؤسسات الدولة دون التدخل في الشأن الداخلي الليبي. تقديم النصيحة فقط. يأخذ بها الليبيون أو لا يأخذوا، هذا يعود لأبناء الشعب الليبي. جزيل الشكر. لابد أن تكون دولة ذات سيادة. جزيل الشكر لحضرتك. سمحنا تعبناك طبعا سيد أحمد جمعة، صحفي المتخصص في شأن الليبي في جريدة اليوم السابع، كنت معنا من العاصمة المصرية القاهرة. يبقى معنا الأستاذ علي بن جابر، وسوف يلتحق بنا الآن في هذه اللحظات المحلل السياسي التركي مهند حافظ أوغلو من مدينة اسطنبول التركية. قبل أشهر مشاهدينا الكرام كان هنالك تصريح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحدث فيه عن خطوط القاهرة الحمراء التي لا مساس بها والتي تعتبر أمنا قوميا لجمهورية مصر العربية. نتابع هذا التصريح، نحاول أن نستقرأ الموقف اليوم في إطار هذا التصريح الذي أطلقه السيسي قبل أشهر. وجود الميليشيات، وجود الميليشيات في أي دولة، وعندنا نماذج كتير لا تستقر معها الدول لسنين طويلة قادمة، وليبيا دولة عظيمة وشعبها عظيم وشعبها مناضل ومكافح. إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز الخط سرت الجفرة، ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر، خط بالنسبة لنا خط أحمر. وبالمناسبة إحنا عمرنا ما كنا غزاة لحد ولا معتدين على سيادة حد، ولو كنا احنا بنفكر كده كنا ممكن نعمل الكلام ده من سنة واثنين وثلاثة واربعة، لكن احنا احترمناكم عشان احنا بنحبكم، وما تدخلناش عشان احنا مش عايزين يذكر لنا التاريخ ان احنا تدخلنا في بلادكم وانتم في موقف ضعف. استاذ علي بن جابر، حينما نتابع هذا التصريح من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونشاهد هذه الزيارة لمسؤولين مصريين إلى العاصمة طرابلس، هل نستطيع أن نقول أن هنالك تحول في السياسة؟ لا، أنا لا أعتقد بالنسبة تحول في السياسة التي أعلنها الرئيس السيسي، لا أعتقد. أعتقد أن هي تأكيد مباشر للطرف كذا على استمرار نفس الخطوط الحمراء، نفس الرغبة. يعني شفنا احنا قلت لك خلال الايام الماضية ان صار، بس هو الان خلينا نكون اصدق. طيب، وايضا التصعيد في التصريحات. جيد، خلينا نفهمه اكثر. طيب، من جديد خلينا لا زال قائم، خلينا نفهمه اكثر ولا يمكن تجاوز، خلينا نفهمه اكثر. انا اعرف انه في مشكل في الاتصال بيني وبينك، هذا ليش انا اكرر في الجمل اكثر من مرة، اعذرني استاذ علي وايضا السادة المشاهدين، نعاني طبعا، وهذا جزء بسيط يعني يظهر على الشاشة، نحن نحاول دائما أن نجعله خلف الشاشات لأنه هنالك بصراحة أبطال يعملون خلف الشاشة، يعملون ليلا نهارا حتى يؤمنوا لنا الاتصال وحتى نكون نحن يعني موجودين على الشاشات في أفضل صورة، فتحية لهم صدقا. يعني أستاذ علي، الآن الطرف المصري، أنا هذا ليش قطعتك، الطرف المصري يتعامل مع من يتبنى هذه الميليشيات المسلحة. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال أنه الميليشيات مشكل كبير، وهو يقصد الميليشيات الموجودة في الغرب الليبي. الميليشيات الموجودة في الغرب الليبي عندها مظلة سياسية هي حكومة الوفاق، اللي الآن الطرف المصري فاتح قنوات اتصال معها. صحيح، لكن أنت لا تنسى استطاع أن رأوا الحكومة المصرية لم توقف قنوات الاتصال أبدا مع الحكومة المصرية. يعني حتى نحن من سنوات كانوا في كثير من الليبيين يطلبون لماذا لا تقطع الحكومة المصرية تعاملها مع حكومة الوفاق، لماذا لا تعود السفارة الليبية في القاهرة تبعيتها إلى خارجية الحكومة الليبي. لكن مصر رفضت ذلك واستمرت في الاعتراف الرسمي مع حكومة الوفاق وفي التعامل مع السفارة من خلال السفارة الليبية في القاهرة من خلال محمد سيالة كوزير الخارجية وليس من خلال خارجية الحكومة الليبية في الشرق الليبي، رغم العلاقة المتينة اللي تربط سواء المجلس النواب والقيادة العامة بالسلطات المدنية. لكن مصر حافظت على هذا الخط مع حكومة الوفاق ولم تقطعه لأنها تفهم جيدا في السياسة وتعرف أن السياسة ينبغي أن لا
تقطع جميع الاوراق، يعني لازم تقعد في صله مستمره. ولذلك انا اعتقد يعني كثيرين كانوا يستغربوا كيف يستمر الرئيس السيسي والحكومه المصريه في التعامل مع السفاره الليبيه في القاهره التابعه للوفاق، ويرفضوا اي تكليف لو يصدر من الشرق الليبي في تغيير السفير ولا في تغيير القنصل. ونحن يمكن المده الماضيه شاهدنا كم مشاكل صارت في السفاره الليبيه في القاهره، سواء حتى على من يتولى مهام السفير ولا من يتولى مهام القنصل، ونزاعات كثيره ما بين الاطراف الليبيه، لكن الحكومه المصريه وقفت فيها موقف الحياد، واعتمدت ان ما يعتمده وزير الخارجيه في الوفاق هو ما يتم تثبيته في القاهره. وهذا اعتقد انه هو اعطى لحكومه الوفاق نوع من الثقه بان في امكانيه للتعامل مع القاهره. يعني انا حتى لما شفنا يعني القاهره لم تتجه مباشره الا بعد ما تاكدت ان الاطراف في الغرب الليبي تقبل بهذا التدخل وتقبل بهذا الاتصال. وهذا اكثر يعني حاجه اكدتها هي زياره مشاغه في عز الازمه، زيارته الى القاهره. اعتقد طيب. ان الحكومه المصريه ثوابتها ثابته، الوضع الليبي هو الذي تغير لمصلحه يعني تشجيع المصريين على التحرك للغرب الليبي. طيب نحن الان نؤمن الاتصال بالسيد مهند حافظ اوغلو الذي سيكون معنا مع السيد علي بن جابر الى نهايه هذه الحلقه، بعد ان ودعنا السيد احمد جمعه الصحفي المتخصص في الشان الليبي في جريده اليوم السابع. نحن الان سنؤمن الاتصال بمدينه اسطنبول التركيه. نعتذر ايضا لضيفنا الكريم من اسطنبول، حصل خلل تقني مع اتصال القاهره اخذ كثيرا من وقت هذه الحلقه. سنؤمن الاتصال، سيكون معنا في اخر ربع ساعه من هذه الحلقه، كنا نتمنى ان يكون معنا في يعني وقت اكثر من هذه الحلقه. في خضم التصريحات مشاهدينا الكرام، كان هنالك تصريح في طرابلس لوزير الدفاع التركي خلوصي اكار، انتقد فيه المشير خليفه حفتر، شوفوا مع بعض. ليعلم حفتر وداعموه أننا سنعتبرهم هدفا مشروعا في جميع الأماكن حال محاولتهم الاعتداء على قواتنا، ليستوعبوا هذا جيدا. إذن دعنا نقول إن القيام بأي حركة كهذه ستجعلهم لا يجدون مكانا للوقوف فيه ولن يجدوه، ليعود الكل إلى رشده. هنا تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، وفي هذا الإطار هناك محادثات سياسية الكل يسعى فيها لإيجاد حلول، على الجميع مد اليد والمساعدة في ضمان إيجاد هذه الحلول السياسية، وإن أي حركة خارجة عن هذا الإطار هي خاطئة. وحدة ليبيا وسلامتها ضرورية، ليبيا هي لليبيين. تركيا ستواصل قصارى جهدها مساعدة الأشقاء الليبيين والتضامن معهم، ليعلم الكل هذا. فعلنا ما في وسعنا لدعم الحكومة الشرعية في البلاد للمحافظة على وحدة ليبيا، وسنواصل هذا الدعم. هذا هو تصريح خلوصي أكار في العاصمة طرابلس. هذا التصريح مشاهدينا الكرام كان قبل ساعات من حدث أثار غضب وأثار جدل كبير في الشارع الليبي. 218 نيوز نزلت الخبر باكرا، طبعا هنالك يعني من استغرب، هنالك من أنكر عليها، هنالك طبعا من وصمها طبعا بنعود، وهذا طبعا مش جديد من خصوم 218 نيوز، نحن لا نلتفت إلى مثل هكذا أشياء. لكن الصور يعني أثبتت صدق الكلام، وكما يقال يعني الصورة أصدق من ألف كلمة ومن مليون كلمة، والصورة خير دليل. احنا الآن حنعرض الصور، الآن أعطونا الصور، أعطونا التويندو، خلينا نحكوا شباب، يعني نبي الصور الثابتة، نبي الصور الثابتة للحفل، أعطونا صورة الحفل، صور الحفل موجودة، صور ثابتة ومتحركة، وحفلة غنائية في قاعدة معيتيجا العسكرية، في قاعدة معيتيجا العسكرية، في حفل تركي بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ووزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي بشاغة، وهم فرحانين ومبسوطين وضحكوا ولعبوا، ومعاهم وزير الدفاع التركي، ولحظات من التسامر، شوفوا الابتسامة وفرحانين ومرتاحين في طرابلس، في قاعدة معيتيجا العسكرية في قلب العاصمة طرابلس. شاهدنا هذه الصور، طبعا هذه اللقطات كانت حديث الليبيين كلهم أمس
على منصات التواصل الاجتماعي وكلام كثير منه أنه محتل تركي، غازي تركي موجود في العاصمة طرابلس، كيف يعملوا حفلات كيف كذا. كان المشهد بشكل عام كان مستفز لليبيين، كان مستفز لليبيين، حتى أنه البعض يعني من مؤيدين الأتراك أو المبشرين بالتدخل العسكري التركي، يعني في منهم من لزم الصمت قال أنا خلاص نسكت ما فيش داعي نتكلم، وفي منهم اللي قال لا والله هو راهو شباب الموضوع عادي، مش عارف أنتم خيركم كبرين، هم موجودين عسكريا طيب مستكترين فيهم أنهم هم جايين يحموا فيكم وجايين يدافعوا عليكم وجايين كذا، مستخسرين فيهم حفلة في نهاية العام. لكن الشيء الأكثر كان أكثر أهمية اللي لفت الانتباه كان أن هذه القاعدة تؤمنها مجموعة معينة، يعني أنتم حضراتكم عارفين خلفياتها الفكرية، أنا الآن أتكلم بشكل موضوعي جدا، هذا ليس سبا ولا قدحا ولا أي شيء، عارفين خلفياتهم الفكرية وعارفين موقفهم الأيديولوجي العميق جدا من مثل هكذا أشياء، فكيف يسمحون لأنفسهم أن يكونوا حماة ورعاة لحفل غنائي في العاصمة طرابلس؟ يعني شفنا ليبيين، أبناء ليبيين، أحفاد ليبيين عملوا حفلات موسيقية بسيطة فرحوا كذا في العاصمة طرابلس، حبسوهم ودمروهم، وفي منهم اللي جلوه أصلا من المنطقة الغربية الآن موجود في تونس، عمل حفلة بس وانتو هالوين وانتو عبدة شيطان وانتو سحر وشعوذ، لأنهم بس عملوا حفل غنائي، كم جيتار على كم عود على كم أغنية إنجلش ولا مدري إيش. لكن أتراك موجودين في العاصمة طرابلس قدام عينك وانت تأمن فيهم، هذا بصراحة شيء مستغرب، كيل بمكيالين بصراحة، ونهي عن خلق وإتيان بمثله، لا نستطيع أن نقول إلا عكس ذلك. أترك المجال للسيد علي بن جابر وهو صحافي طبعا، وأترك له المجال كي يعلق على هذا المشهد، تفضل سيد علي. الله هو كيف ما حكيت أنت يعني حقيقة أن هو أنا في البداية لأنك يعني في البداية كنت مكذب للخبر، يعني لدرجة أن كنت أتوقع حتى قلت لو داروا حفلة كان ممكن يدروها في كورنثيا ولا في واحدة من الصالات في طرابلس، لكن في داخل قاعدة ميتيقة العسكرية الأمر يعني مخزي جدا. والأمر أيضا أعادني مباشرة إلى تصريح الاستيفاني لما قالت الليبيين أن أكثر من 10 قواعد يعني محتلة من أجانب وأكثر من 20,000 مرتزق، يعني قاعد الخيال بتاعي يستعرض معناها أن إذا كان قاعدة ميتيقة يتم إقامة فيها الاحتفال بهذه الحرية، هذا يعني أن قاعدة ميتيقة حقيقة وليست قاعدة الوطية فقط، أن قاعدة ميتيقة أيضا محتلة والله مسيطر عليها الإدارة التركية للشرطة العسكرية التركية، وأيضا كل قواعدنا في الغرب الليبي معناها ممكن تكون في هذه الوضعية للأسف، لكن ممكن هذه الحفلة فقط أعطت مؤشر معين. يعني القاعة تعرف شو المحزن يا سيد علي؟ فخمة في داخل، نعم تعرف شو المحزن؟ بعيدا عن أي خلاف، أنا والله نتكلم بكل صدق الآن ونتجرد أنا الآن، إن لما الليبي يعمل حفلة يجوه يضيقوا نعم. عليه. نحن شفنا المدة اللي فاتت يعني من مدة حوالي سنتين ودنا فنانة ليبية اللي بتاعت الأفراح الشعبية ودنا فاطمة حمزة، وكيف صار فيها على سبة شوية كلمات كتبت ضدها، كيف أن قبض عليها لمدة وما طلعت إلا بعد مدة. شفنا الشباب زمان تاع المهرجان اللي كان يدار في طرابلس الجائزة الأوسكار وكم كتب عنها وكم دنيا وكم لوحقوا، يعني حقيقة يعني أمر يعني حقيقة يعني ممكن كثيرين كانوا ينظروا إلى سيد عبد الرؤوف كارا بنوع من الاحترام، لكن إقامة هذه الحفلة تحت رعايته والله على مد بصرة يعني بجانبه يعني أصبح مثلا مش معيش منطقية. يعني أعتقد أن الكلام الآن حتى عن الإيديولوجيا والله عن كذا يعني أصبح غير منطقي، لا يمكن أن يتحدث الآن واحد يقول أن هذا خلفيته كذا ولا. يعني أنا أقول لك شنو اللي يعني تو الذاكرة يعني على الأقل تربط أشياء. يعني الآن لما تربط ما يحدث في ميتيقة وما يحدث من هذه الكتيبة المؤدلجة والله اللي تدعي أنها تتبع لتيار معين لكن تسمح بإقامة أفعال في جنبها مخالفة لعقلتها، هذا يقودك مباشرة إلى الوضع التركي. يعني في تركيا دولة إسلامية ومفروض أن يحكمها أيضا حكم يعني حزب إسلامي أو يمكن على الأقل تيار إسلامي، لكن مع ذلك في تركيا فيها كل شيء يخالف مثلا حتى الأشياء المتعارف عليها في الشريعة الإسلامية، مش الأشياء اللي فيها خلاف،
ومع ذلك كل شيء يتم تحت حماية السلطة الإسلامية التركية. لأن تركيا شوف لأن تركيا دولة إيه سيد علي أنا حتى الآن نحكي أيضا إلى طرابلس وإلى ليبيا لا لأن في فرق في فرق لا في فرق تركيا دولة كوزموبوليتك دولة تقبل الاختلاف الاختلاف فيها موجود دولة عندها فضاء فكري دولة تسمح بأن يكون نحكي الدولة ما نحكي حزب العدالة والتنمية الحاكم الرئاسة تركيا التاريخ تركيا الدولة تركيا الشعب شعب متعدد الثقافات شعب متعدد التوجهات شعب يقبل التعايش شعب يقبل أن يكون هنالك أكثر من فكرة موجودة في المجتمع بس في ليبيا لا في ليبيا يا أبيض يا أسود لو ما كنتش معاي معناها أنت ضدي في كل شيء أراه على فكرة في كل شيء قلما تجد من يقبل الاختلاف في ليبيا هو الكلام طبعا نحن الليبيين هذا وضع يعني واقعيا للأسف كلنا يعني لا نقبل من يخالفنا إلا على مضض أو بالقوة أعتقد أن الأخوة في طرابلس أيضا هم لا يقبلون ما يحدث لكنهم مرغمين على قبوله مرغمين يعني أنا قلت لك من البداية أن الأتراك يعني أنت حتى لما شفت التصريح بتاع الرئيس الأركان يحكي على ليبيا وهو يقول في كلام ليبيا للليبيين فبقى إذا كان ليبيا للليبيين أنت شن دخله يعني واقعيا يقول ليبيا للليبيين ما نحن شنو مش ليبيين اللي قاعدين نحكوا والله اللي قاعدين مختلفين مع أخوتنا الليبيين الآخرين ما ناش ليبيين كيفهم إذا كان ليبيا للليبيين هي للليبيين سواء المختلفين معهم ولا اللي متفقين معهم هي ليبيا للليبيين كلهم إذا الليبيين كلهم مسؤولين عليهم موش أنت التركي اللي جاي في طرابلس باش تحكي وتفهمنا أن ليبيا للليبيين وأن الليبيين هم اللي يملكوا الحل إذا كان نحن نملكوا الحل أنت شن موقعك من الأعراب باش تخاطبنا نحن كليبيين نعم وباش تخاطب جزء من الليبيين للأسف. وتقول أنا جاي أدعم الليبيين باي واللي الآخرين اللي ضد الليبيين هذوما أنت جاي شنو تدعمهم ولا جاي بتدمرهم يعني واقعيا حتى لما يتحدث نعم. يهدد المشير حفتر وداعميه يعني هذوم ليبيين أنت تتحدث كنت تقول ليبيا الليبيين المشير حفتر وداعمي في الشرق الليبي هم ليبيين لهم حق في هذا الوطن حتى وإن اختلفوا مع أخوتهم مثلا في الغرب الليبي ينبغي أن نساعدهم على أن يحلوا المشكلة بينهم لا أن ندعم طرف أشكرك واقعيا وزير الدفاع يتحدث في طرابلس وكأنه يتحدث باسم السلطة الليبية أشكرك أو يعني واقعيا أنا لم أستطع استيعاب أن يقبل السيد بشاغة والسيد المسلي حتى مع اختلافنا معاه أن يقبل أن يكون في هذا الموقف وكأنه يعني جزء من الرعاية الأتراك أو جزء نعم من هذه العلاقة هذا تحميهم هذا الموقف تحميهم يفسر لنا طبيعة العلاقة يعني بالضبط يعني عموما هذا الموقف قلت لك يفسر لنا طبيعة العلاقة بينهما نعم واضح جدا أن العلاقة ليست علاقة ند ند وليست علاقة اتفاق حكومة كما يقول حكومة شرعية مثلا مع حكومة شرعية هناك لا الأمر ليس كذلك يعني شفنا كما حدثنا في الجزء الأول أنه لم يتم استشارة حكومة اليابان في تمديد القوات التركية لم يتحدث السراج اللي هو رئيس المجلس الرئاسي وهو الذي يمثل السلطة الشرعية يتحدث عنها لم يتحدث حتى عن موافقته ولم يبلغ ولم لم يصرح حتى أن راه تم التنسيق معنا في خصوص تمديد يعني نحن جرت العادة أن حتى زمان القوات الأمريكية لما تضرب ضربة بطيارة جوية تقول أنه تم التنسيق مع الحكومة المحلية مثلا في تنفيذ هذه الضربة بيش ما يقولوش أنه هو اختراق للسيادة حتى لو عنا قدام الناس الأتراك حقيقة لم يحافظوا حتى على يعني نقولوا أبسط ما وجه السلطة الوفاق لم يحافظوا شكرا لك سيد علي حيث يقولوا نحن والله استشرناهم أو هم واقفوا نعم سيد علي قوات أو أي كلام هذا القبيل مددوا لقواتهم شكرا جزيلا واستمرت وزادوا قواتهم وجاء الوزير وعمل حفلة خاصه واحتفلنا معهم بليلة الميلاد شكرا دون أي يعني دون أي حشم ولا إشعار على ما يقولوا شكرا جزيلا سيد علي بن جابر رئيس مجلس إدارة مؤسسة برنيق كنت معنا من مدينة بنغازي نعتذر من ضيفنا سيد مهند حافظ أوغلو مشاكل تقنية حالت بيننا وبينه شكرا لكم مشاهدينا الكرام إلى اللقاء